يقع وطني الجزائر في شمال قارة إفريقيا، يحده من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق تونس وليبيا، أما الجنوب فنيجر ومالي، ومن الغرب موريتانيا والمغرب. إن التنوع المناخي في الجزائر أدى إلى تنوع المناطق الطبيعية فيها، فنجدها خضراء ذات سهول خصبة ومناظر خلابة رائعة. أيضا يحتوي باطنها على الكثير من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز الطبيعي والبترول. إضافة إلى هذا، فهي تختزن في باطنها ثروات أخرى ومناجم شاسعة من الفوسفات والزنك والحديد والألمنيوم. ولأن الجزائر تملك مساحة واسعة وتنوع جغرافي وتاريخ عميق مع تعدد الحضارات، كل هذا جعلها تكتسب تنوعا ثقافيا شعبيا هائلا. كما تزخر الجزائر بمعالم تاريخية لا تعد ولا تحصى، وتحف أثرية نادرة في العالم تبرز مختلف الحضارات التي تعاقبت على الجزائر، فمنها الفرعونية والإغريقية والرومانية. ولهذا فمن واجبي وواجب كل المواطنين أن نرفع شأن وطننا بعملنا الصالح، وأن نجعله جنة لنا وندافع عنه ضد كل الأخطار، وأن نضحي بأموالنا وأنفسنا في سبيل أن يبقى الوطن عزيزا مكرما، وطن المليون ونصف المليون شهيد.